99 ياكو تعذيب رفعه وصار مجاهد وصوت مو صوت مو صوت احد انتم واجبكم وامركم صوت صوت ذولي مرتزقه بس ما يغير غير هذا الشعب ما يغير غير هذا بعدما انعجزت الحكومة الاتحادية والمحلية من تلبية مطالب أبناء البصرة وكانت أبسط المطالب وهي العاطلين عن العمل الأوبئة الماء الكهرباء الصحة البيئة أمراض السرطان كانت طلبات مطالب بسيطة ولكن تعجز الحكومة المحلية والاتحادية عن تنفيذ هذه المطالب من خلال هذا اليوم ستنطلق مظاهراتنا من أبناء البصرة لحين تلبية مطالب أبناء البصرة وإذا لم تلبي هذه المطالب سوف نبني الاعتصام أمام مبنى المحافظة نطالب بتوفير الخدمات اولا البسيطه بالبصره اولا وبقيه المحافظات الثانيه والمساله مو بس مساله خدمات ولا وظائف لان الوظائف ممكن توفرها الواحد او اثنين هاي مطالب بسيطه هي مقدمات الكليات واشياء كبرى احنا نطالب باقامه نظام مدني يساوي بين المسيحي والكردي والابتعاد عن الطائفيه والاحزاب الدينيه وما نثق باي معمم ولا رجل دين ونطالب بإقامة دولة علمانية توفر الخدمات للمستقبل والأجيال القادمة احنا شباب طببونا دورات تدربنا وتعبنا وصلنا 7 أشهر نركض وتعبنا تعب ما حد تعبه خوش حكوا بالحلقة الأخيرة هسه احنا طالعين مظاهرات يردون يطقوننا تعبنا تعب ما حد يعلم بيه اجينا هاي الشباب شوفوا كلها شباب لا دعمة أحزاب لا دعمة جهة سياسية احنا ناس شباب بسطاء وناس فقراء وطالبين أبسط الحقوق هي الوظائف وظائفنا نريدها من عندهم وش حكي تعبنا تعب ما حد تعبه هذا شاب هذا شاب 1000 دينار ما بجيبه الله أكبر على الحكومة البصرية ويبقون بهالمليارات وبهالتريونات وتطلع هاي الفلوس الله أكبر هذا أحمد هسه هذا صديقي ومغربي لي وشوف شنو الظروف العايشة تعبنا تعب حكومة البصرة شوفونا ترى احنا شباب نذلينا اش تردونا نفجر تردونا نسوي بي شو نسوي يعني شو نسوي تعبنا تعب ما حد تعب الله أكبر شوفونا حكومة بغداد شكو شريف نزيه شوفنا المرجعية خد شوفنا الله أكبر زورونا ملينا والله العظيم ملينا تعبنا الناس أكثرية مطالبة لو تشغله بالبلدية يستقبل 400,000 يستقبل أنا واحد من الناس لو يعطوني شهرية 250,000 عم أشتغل بس أريد نشتغل أريد نشتغل أريد نعيش أريد ناكل خمسة مثل ما ياكل بقية الناس طبعا بعد انطلاق هاشتاك راجعي لكم اليوم 20/6 نعيد ذكرى 20/6 اللي انطلقنا بها في عام 2018 من امام مجلس محافظة البصرة انطلقنا بمطالب بسيطة كانت هي الكهرباء والماء والعاطلين عن العمل ما حققوا لنا لا ماء ولا كهرباء ولا عاطلين عن العمل بعد الحماس والتصعيد اللي انطلقنا به ضد السياسيين الموجودين احنا طبعا ما عندنا عداء شخصي ويا الحكومة لا احنا عندنا عداء ويا يعني ممارستهم للحكومة والقوانين مالتهم فكمتظاهرين نطالب بإزالة هؤلاء
مجلس المحافظه منتهيه ولايته، محافظ البصره ما حقق ولا راح يحقق، برلمانيين البصره السابقين والحاليين ما قدروا ينفذون مطالب البصره اللي هي ابسط من هسه الشهداء اللي طاحوا وسقطوا بالتظاهرات البصره ما اخذوا حقوقهم، ولا الجرحى ولا المعتقلين اخذوا حقوقهم. هذا سبب من سبب تجاهل الحكومه تجاه المتظاهرين. 20/6/2018 بعد ما احترقت المكاتب الاحزاب نعلت الله عليهم طبعا، واحترقوا بالدنيا وراح نحرقهم واحترقوا بالاخره، والبرلمانيين كذلك، ومجلس المحافظه احترق والمحافظه. هسه راح نبدي بتظاهرات وانتم تشوفون امامكم وجاي تشوفون بعينكم، احنا نقدم العلم ونقدم الورده. هاي متظاهراتنا، اعطيني بكرار هاي الورده وهاي العلم، شوفوهم هم سلاح طبعا، ما شغب شرطه امن استخبارات كافه المنظومه الحكوميه الفاسده التابعه للاحزاب موجوده اليوم هنا. هذا كله على مود ان يضربون المتظاهرين. طبعا احنا المتظاهرين راح نستمر، راح يكون لنا تصعيد، راح نستمر بالمسيرات، راح نواجه الفساد، راح نبقى امامهم رغم الحر رغم الناس تعبانه، بس احنا نجدد تظاهراتنا، وان شاء الله ان شاء الله ايامهم قليله. ومن هذا المكان نقول لكم يا احزاب ما لكم مكان، يا برلمانيين انتم مو انتم ما تمثلون الشعب ولا تمثلون نفسكم، انتم جايين للمقاولات والسرقات ونهب الفقراء، فاسدين ونحن اهل الحق، انتم الباطلين ونحن اهل الحق. نستمر نستمر حتى تحقيق المطالب. خرجت أبناء محافظة البصرة معبرين ومستنكرين لعدم استجابة الحكومة المحلية والمركزية للمطالب التي طالبنا بها وبالحقوق المسلوبة من قبل الحكومتين. اليوم خرجنا ولازلنا مطالبين ومصرين على تنفيذ الوعود التي وعدت بها الحكومة ولم تنفذ. يا ما وعدونا ولم ينفذوا بأي وعد. هؤلاء حكومة فاسقة فاسدة، حكومة ميليشيات وعصابات تحكم اليوم البصرة، متنفذين ومسيطرين على كافة شؤون وإدارة محافظة البصرة. حتى اليوم محافظ البصرة من قبل حزب تابع للميليشيات، اليوم أبناء البصرة تقول كلمتها، اليوم مطالبين بحقوقنا ولا بد أن تنفذ من قبل هذه الحكومة. عليها تنظر لهؤلاء الشباب، أطالة بطالة، والعمالة اليوم الأجنبية 80%، لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا التقاضي عن حقوق الشباب؟ اليوم شباب كلها أطالة بطالة. يا حكومة يا مركزية يا أسعد العيداني، أنت لك اليوم دور في إدارة محافظة البصرة، أنت ابن البصرة، لماذا لا تستجيب للمطالب؟ لأنك منتمي إلى كتلة، عيب عليك يا محافظ البصرة. المطالب كثيرة ومتعددة، يعني أنا نحكي بالواقع الحكومة عازة عن حالها، الحكومة المحلية والمركزية، لكن أقل مطالب نطالب بها هي الحياة الحيوانية كما صنفتها علماء الطب. الحياة الحيوانية هي توفير المأكل والمشرب والمسكن، نعم، للحيوان. هاي الأمور كلها ثلاثة ما موفرتها إن الحكومة، شلون توفر الأمور الأخرى؟ نعم، المأكل هاي الشباب اللي تشاهدوها كلها ما عدا قوت يومها، تطلع وترجع قوت يومها ما عدا تحصل، وهذا الماء كما تشوفونه، الحالات التسمم، ماء، نعم، مسكن، كلها ناس قاعدة بالتجاوزات وجو الجسور وجو، ثلاث أمور ما إلها حل، هاي ثلاث أمور ما حلتها الحكومة
من 16 سنة لحد الآن هاي الأمور ما حالته. شلون تحل لنا الأمور الأخرى؟ عنه إحنا بلد ما نريد نعيش مثل دول الخليج، نريد نعيش حالنا حال هذا البشر، أقل أمور. فهاي الحكومة ما تنفع، حكومة فاشلة. إحنا ما عدنا عداء ويا أي شخص، عدائنا ويا الأداء مالهم، نعم ويا أعمالهم، ناس تشتغل لمصالحهم وكتلهم ولأحزابهم. نفس المعاناة بكل سنة تجدد، نفس الفاسدين. اجى اسعد العيداني عن طريق محاصصة، هاي الشباب جاي اشوفهم، شوف كلها الله وكيلك، دينار ماكو بجيبهم زين لولا بويا، ما اريد خدمات وما اريد تعيين، اريد وطن، نطالب بوطن عمي. العراق راح، الله وكيلك العراق راح زين لولا بيا حال. مستشفى التعليم بدون كهرباء، الجمهوري بدون كهرباء، ذاك الصيف الكهرباء فقط عن الاهالي، هذا الصيف النوب وين وصلت لحد المستشفيات، حالات من تسمم البارحه صارت. نفس الوضعيه، نفس المعاناه، نفس الفاسدين. مشكلتنا الوحيدة هي الأحزاب. ليه ما قضينا على الأحزاب؟ إن شاء الله راح نحصل على وطن. أهم المطالب ما هو الجديد؟ لا جديد، الوعود نفس الوعود، التسويف نفس التسويف، البطالة مستمرة، الخدمات لا زالت تراوح، الكهرباء ماكو، الوضع من سيء إلى أسوأ. هاي الناس طلعت تعبر، صار لها فترة طبعا هاي السنة اللي انتظرناه، انه الدولة اكو خدمات، اكو وعود، اكو بطالة، معالجة البطالة، البطالة المتفشية، تأملت هاي الناس خير. لكن اللي انتظرناه واللي شفناه بانه ماكو اي تغير، نفس الوضع ونفس الخدمات. بالعكس انه بساعد كانت الكهرباء زينة، انه صارت مو زينة. طلعت هاي الشباب تحمل هاي المعاناة، على الدولة ان تنظر لأبنائها وتنظر هاي الناس الخريجين وهاي الناس العطالة والناس اللي تحمل معاناة محافظة كاملة بدأت تعاني هاي السنين كلها، الإهمال وتفشي الأمراض والخدمات هاي اللي حدث ولا حرج. طلعت هاي الناس تحمل هاي المعاناة، أتمنى بأن الدولة تنظر بعين العطف بعين الإنسانية. بس أنا عندي رسالة أخيرة لأعضاء مجلس المحافظة، كل سياسي عند مخافة رب العالمين ويحمل ذرة إنسانية بداخله عليه أن يتنحى عن السلطة، وبعد ما ثبت هذا الفشل الذريع المفروض يقف صفا إلى صف المواطن. احنا الريد السياسي ينزل، الريد السياسي ينزل حال المواطن بالشارع، ما الريد السياسي يصرح لنا بالفضائيات لو يمر عليك بالفكسار. أنا شريد بالفكسار، شريد بالفضائيات، قاعد لي على التبريد وتصرع وتقدم لي خطابات، ما الريد خطابات، احنا الريد تغيير واقع حال. الأحزاب دمرت البصرة، يعني كل حزب يشغل عمه وخاله وابن عمه وابن خاله وقرايبه، وذاك من فلان وهذا ابن فلان وذاك، وطايحة بها هاي الناس الفقراء الجماهير، يا دوب يطلع خبزته زين. أنا بالنسبة لي أتكلم عن قضاء الزبير زين، إحنا قضاء الزبير قضاء مظلوم زين، قضاء الزبير مظلوم، يعني الحقول النفطية، حقل البرجسية، حقل الرميلة، حقل علاء، شو اسمه هذا الحقل منك، شو اسمه الحقل صوب سفان، شو اسمه بالضبط، ها حقل الرافضية، يعني الزبير متروس نفط، يعني تقريبا الزبير أغنى قضاء بالعراق. بإذن الله عود محمود للمظاهرات لإعلاء صوت الحق الذي حاول المندسين وحاول المبتذلين من إخماده بالقمع، وما هذا ما آلت إليه البصرة بتقديمها 23 من الشهداء للعام الماضي. فوفاء لدمائهم إن شاء الله لم تتوقف المسيرة وتتجدد المطالب، وهذا ما آلت إليه سياسة الحكومة المتهرئة
التي تعتمد على المحاصصة الحزبية وعلى الأحزاب البائسة. فنأمل أن يحصل التغيير ولكن بدون ما جاء به العبادي وصرح بأنه يضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين ولكن دون جدوى. وخلفه عادل عبد المهدي والآن ينتقل بنا من سيء إلى أسوأ. فحقيقة إنهم غير قادرين على إدارة البلد. فليتنحوا مو طمعا بالمناصب والثراء على حساب هاي الناس الكادحة. فالمطالب باقية هي والفساد ينتقلون بنا من سيء إلى أسوأ. بطالة كبيرة جدا. أبسط الخدمات من كهرباء وماء ومواصلات وإعمار كله لا زال في مرحلة 1% أو 2%. هذا الحقيقة الشاخصة. فنحتاج إلى ثورة عارمة لتغيير والقضاء على الفاسدين والمفسدين ابتداء من مجلس النواب المتهرئ الذي يقوده صاحب الدهن الحر وانتهاء بمجالس المحافظات التي لم تقدم شيء ولم تجرى على تغيير أي شيء. البصرة عامة والزبور خصوصا يتعرضون إلى إبادة جماعية ممنهجة، أمراض سرطانية، شباب عاطل عن العمل، خدمات ماكو، 4 تريليون للمحافظ وين وداها؟ ايش سووا بيها؟ ماكو، 10,000 درجة وظيفية ما حد اشتغل من عندهم، بس يسوون دورات وما جاي يشتغل الشباب، أنا الدورة ايش يسووا بيها إذا ما لاقوا فرصة عمل؟ وهاي الأمراض اللي جاي يشوفها، دخان ما دخان والشركات جاي تشغل 80% عمالة أجنبية و20% محافظات مو من البصرة. نعم 80% أجنبية و20% محافظات. 20% محافظات أهلنا البصرة ما جاي يشتغلون بالشركات. وأتمنى تتوجهون تروحون للشركات وتشوفونهم. احنا جايين اليوم مظاهرات مو ضد شخص المحافظ، احنا جايين ضد شخص، ضد سياسة المحافظ، لان سياسة عشواء عوجاء مو زينة ودت البصرة الى حالة يرثى لها، لا تعيينات لا خدمات لا ماء لا كهرباء، 80% و90% عمالة أجنبية. البصرة قاعدة بالقهوة وشبابها وشيبارة قاعدة كلها بالبصرة بالقهوة 90% وين 90% وين بالشركات الأجنبية. شل ما شل كوكتل ما يسمونها هاي الغرب القرنة هاي بالشعابة كلها عمالة أجنبية. تروح له يقول لك أشغلك، تطلع مظاهرات يقول لك أنا أشغلك، بس تمر عن المظاهرة شهر ما طلع عنك. فنحن نقول للمحافظ ومن هاي قناتكم نقول له يا أخي اطلع إذا ما بيك حيل، خلي غيرك يشغل أهل البصرة ويبني لهم بنية تحتية ويوظف الشباب. كافي تعبنا ملينا والظل بالعمر، هو العمر يزدر بيه كافي. يعني خذيتوا 600 مليار، وين راحت 600 مليار؟ للبصرة 600 مليار، هاي أرجوك هاي 600 مليار وين راحت؟ للبصرة 600 مليار، وين ودت 600 مليار؟ ها؟ والهذول المظاهرين بخذيهم ورقة ضغط ضد الأحزاب البقية، وكان الله يعبر المحسنين. ما أبدي ما أقول نطالب الحكومة وماكو فايدة. نطالب أكثر من مرة وماكو فايدة، اللي إحنا مسوينا مظاهرة سلمية قبال المحافظة قبل تقريبا الله لا يكذبني سنة ونص، مظاهرة خيمتنا وثلجنا وماينا مظاهرة سلمية وأعلامنا العراقية. الله وكيلك المحافظ يعبر علينا ويدخل سلام ما يسلم، ما يقول إيش محتاجين. ليش إحنا مو شعب عراقي؟ ليش إحنا مو من عندك؟ مو انت الوكيل علينا، مو انت المسؤول. يا اخي تعبر وتطلب ماس ما تقول ايش محتاجين، تخلينا نضطر نحرك تايرات وتخلينا نضطر نسوي الاكثر. ليش
ليش يعني انا مظاهره سلميه ست اشهر ورا ست اشهر تجي حضرتك تجيب الخمر وتذبها بالماي؟ ليش تذبها بالماي؟ ليش انا يوم ثاني اجيت القى الثلج مذبوب بالماي والترامس؟ ليش؟ وانا مظاهره سلميه خليتني اضطر اطلع المظاهرين، خليتني اضطر اسوي مظاهره اكثر من طاقتي. يعني انا من تقلب مظاهره اسوي مظاهره سلميه، هي شنو المظاهره السلميه مثلا؟ هي المظاهره السلميه غير انا خيمتي وقاعد واطالب ابسط حقوقي؟ انا خريج قاعد اتفضل خريج معهد تقني كهرباء وعندي خبره بالمساحه ومساح ومو بس انا ادافع عن الشباب كله هذا وهذا وهذا. ليش ساكت على شيء؟ ليش؟ دافع عن ابسط حقوقك يعني هاي شرفك، انا خريج قاعد وحضرتك يطلع مجلس النواب 5 ملايين ما راضي بنتي تستلم 5 ملايين لانها والله نقص رواتبني. ليش نقص رواتبكم يا بي؟ لانتم فاسدين، لانتم بطاله، لانتم على بطل، لو على حق ما سويت. لان هذا الراتب 350 اللي بالبلديه معيشه ست عوائل معيشه، الله اكبر عليك، ست عوائل وانت بنتك عايشه بالخارج تقول ليش منقص راتبي؟ ليش 5 ملايين تستلم؟ طبعا ليش؟ لان تصرف على جسمي، ما اريد احشاني، تصرف على جسمي وتصرف على جسمي. انا اريد اوصل رساله للعراق وللشعب، ترى مو بس عبالك وباقي الدول، بكل بيت لهم قصر وقصر، مو عبالكم. اذا تروح لهناك الداعي بحقك يروح لغير دوله، وما اريد انا بعد ما مسموح لاي واحد يحرق تايرات بالشارع، يريد بيحط يحرق المطار، لان هو هذا العبادي او مجلس النواب او غيره او ما اعرف منه يطلع من المطار ويجي على المطار ويرجع، ما يجي انا ما ينزل، ابدا من الصفر. انت تعال، انت رئيس وزراء، انت محافظ، انزل مثل وزارتي، انزل من الصفر. انت تعال يا عطاله، امشي ياكل المستشفيات، امشي ياكل اكبر ما هو وين، ابدا من الصفر. تعال يا اختي ايش محتاجه انت؟ انت من الشوفه ياشي وحاطه طفله على متل، الله اكبر عليك، الله اكبر، حطيت له عليه وما تعرف وين تروح. ليش ياتي؟ انا اطرق دمي على خواتي وعلى اخواني، ليش ياتي؟ ودافع عن كل شيء. هاي الرساله اللي توصل رجاء يا ناس يا شعب، هاي انا خريج وكلها ما اريد احمس على نفسي، كلها خريجه وكلها قاعده وكلها ماكو شغل. هذا مش هذا